للتمكن من تعبئة طلب الاشتراك في مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى. عليكم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو إنشاء حساب جديد إن لم يكن لديكم. بعد الدخول اضغطوا على رابط طلب الاشتراك، اختاروا الفئة التي تريدون الاشتراك بها. نكتب الاسم الشخصي واسم العائلة باللغة العربية والإنجليزية، تاريخ الميلاد حسب الهوية، المدينة، الآلة، وممكن كتابة اسم المعهد والأستاذ إن كان متاحاً. رقم الهاتف يجب أن يكون متاح للوصول. يجب وضع صورة شخصية واضحة والخطوات سهلة. يمكنكم التقاط صورة ووضعها على جهازكم الحاسوب وتحميلها على الموقع، وكذلك لصورة الهوية أو شهادة الميلاد. جميع الخانات المعلمة باللون الأحمر هي إجبارية ولا يمكن استكمال الطلب دون تعبئتها. عند الانتهاء من تعبئة الخانات، وفي حال كنت من الفئة التي تتطلب أكثر من مشترك، يمكنكم أدناه الضغط على خانة أضف معلومات شخص آخر والتقديم لمشترك جديد بنفس الخطوات السابقة. بعد الضغط على التالي اختاروا القسم للتقديم عليه، الفئة العمرية، ولا تنسوا وضع المقطوعة الاختيارية والمقطوعة الإجبارية وتحميل ملف مكتوب للمقطوعة الاختيارية. عند الدفع يمكنكم الدفع في بنك فلسطين وإرفاق الوصل، أو الدفع بأي طرق أخرى وإرفاق إثبات الدفع. بعد الضغط على حفظ يمكنكم الدخول إلى الطلب في أي وقت من يمين الشاشة. تستطيعون متابعة طلبكم وتعديل المعلومات أو إضافة مشترك جديد. مسابقة فلسطين الوطنية للموسيقى تتمنى كل التوفيق للمتسابقين.